القرعة خرجت بشكل محترم جدا، لازم أحيي وأشيد بكل اللي كانوا مسؤولين عن ظهور قرعة الدوري المصري بهذا الشكل الذي يليق بمنتج الدوري المصري. ننتظر تفعيل الحاجات اللي اتقالت بحيث تشوف جودة صورة، بحيث تشوف انتظام في جدول الدوري، بحيث تشوف ان مواجهة الأهلي والزمالك في موعدها. وبمناسبة مواجهة الأهلي والزمالك مع إصابة الشناوي، شفت كتير جدا من المنتمين لإعلام نادي الزمالك رسميا عندهم وجهة نظر ان المباراة والمؤجلات وممكن تتأجل بسبب إصابة الشناوي. حب بس يا جماعة ببساطة، مش هتكلم في تاريخ وان النادي الأهلي فاز بالناشئين في 85 في عقاب الأزمة الشهيرة، احنا تجاوزنا ده بكتير جدا، ولكن اللي حابب اقوله اخر مباراة فاز فيها النادي الاهلي على الزمالك كان علي لطفي هو حارس مرمى النادي الاهلي، فحتى الطرح يفتقد المنطق. فاتمنى الهدوء وان احنا نفكر بس بقليل من العقلانية، مش هقول بكثير من العقلانية، لان لو في كثير من العقلانية اصلا الطرح مش هيبقى موجود.